ازيكم يا جماعة، أهلا معاكم زياد. النهاردة دلوقتي هنعمل مشروع اسمه البنك سيستم. فكرة المشروع إن احنا الأول اليوزر يدخل اسم الأكونت بتاعه والرقم والمبلغ اللي معاه، وبعديها لو في عنده 3 اختيارات ما يشوف ال يشوف ال وبعدها خلينا نشوف بياناته في الأكونت، البيانات بتاع الأكونت بتاعه، أو يزود فلوس او يطلع بره السيستم او يعمل اكزيت. خلينا نبتدي. اول حاجه، اول 3 شهور عملنا انبوتس عشان اليوزر، عشان اليوزر هو اللي هيكتب الاكونت نمبر بتاعه، الاكونت نيم والديبوزيت بتاعه. بعدها كتبنا اس تي ار اللي هي اختصار السترينج، والاي ان سي اختصار للانتجر عشان اليوزر يدخل الانتر والسترينج بس. بقى ال سي اتش والنم ايكوال زيرو، هي نستخدمها في الوايل، او نحط فيها، او عشان نحط فيها ارقام. وبعدها بقى كتبنا بعدها كتبنا وايل سي اتش هي اكسكليميشن مارك ايكوال، دي معناها نوت ايكوال سي. متزين في بعض، برنت مين منيو كانت هولدر ديتيلز اد ماني اكزيت، ماشي. بس عملناهم برنت عشان اول ما نعمل ران هيعمل لي على طول، هيكتب لي الحاجات دي. بعدها بقى سي اتش ايكوال انبوت انتر تشويس، يختار من 1 ل3، هختار الاوبشن من 1 ل3. بعدها سي اتش ايكوال انبوت انتر تشويس عشان يختار من 1 ل3 بس. بعدها قلنا اف دي كنت اف اسمها اف ستيتمنت. وبعدها كتبنا سي اتش ايكوال 1، لو اختار يعني 1 هيجيله البنك اكونت بتاعه اسمه ايه، وال النمبر قصدي كبنك اكونت النمبر يعني، والنيم بتاع الاكونت بتاعه والديبوزيت، ماشي. بعديها بقى احنا بعدها بلس اد، وفي اد بقى بالوايل اد ايكوال زيرو، هقولكم بعدين. مثلا بعد كده هشرح لكم دلوقتي لما اختار كريستيان 2، لا قصدي ستريس 2، ده سي اتش ايكوال 2 يعني، هيعمل هيزود الدوز بتاعه يعني، هيعمل اد دوز. فعشان بعد ما اعمل اد بقى، ومثلا اليوزر عاوز يختار تشويس واحد تاني، لازم يطلع له الديبوزيت بس الاد اللي احنا لسه عاملينه، فهيطلع له الديبوزيت. مثلا انا عملت هو 5000 دوز بتاعه، عملت له اد بقى 7000. بعد ما اخلص لازم لو عاوز ادوس تشويس 1 تشوف بقى الديتيلز، هيطلع لي 7000 مش 5000، ماشي. بعدها لو الف دي بنستخدمها عشان لو فيها اكتر من كونديشن. بعدها كتبنا سي اتش ايكوال 2 لو نمبر ايكوال الانتجر، ماشي. وفي الـ لما يختار 2 هيدخل النمبر بتاعه اكونت نمبر، هيختار يعمل اد انت زمان سيت وان تو اد، يعني هزود هيختار الرقم اللي المبلغ اللي عاوز يزوده هيكتبه عشان يزود المبلغ اللي معاه. بعدها بقى هنكتب له يور اكونت ديتيلز افتر ابديت، هيطلع له البنك اكونت بتاعه اللي النمبر والنيم والديبوزيت بعد ما تعمل له اد. عشان كده احنا كتبنا اكونت ديبوزيت بلس اد. كتبنا الف تشوي سي اتش ايكوال 3 brilliant thanks for using bank management system اللي هو هيبقى اكس تاني. وده بريك دي بنستخدمها عشان لما عشان نوقف خلاص، نوقف الكونديشن اللي احنا فيها نوقفها عشان ما نفضلش يعد كتير. فعملنا اكزيت خلاص كده هيعمل بريك وهيوقف خلاص. إلس بقى لو عمل اختار من ما اختارش مثلا 4 أو 5 او 0 مثلا، هيعمل لي invalid choice. خلينا نعمل run account number بتاعي مثلا، هعمله 2007.
وزيها زيزو ماشي ماشي زيزو بدأت ديبوزيت مثلا 5000 يقول لي اد ماني ولا اكزيت ولا اكونت هولدر ديتيلز اختار تو اد ماني يا اكونت نمبر هقول له 2007 اذا اد ماني هعمل له 2000 2000 ودي هنعمل هو دلوقتي بالديبوزيت بتاع 7000 ده اختار التشويس 1 هطلع لي ال البنك اكونت 2007 اكونت نيم زيزو اكونت ديبوزيت 7000 ودي بقى هنعمل لو هدوس التشويس 3 هيقول لي ثانكس فور يوزنج بنك مانجمنت سيستم شكرا وكان معاكم زياد مع السلامة.